اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، اللي من خلاله بغينا نتطرقوا لواحد المساله اللي هي مهمه جدا، اللي كتعلق بالبولات ليد اللي كتشاهدوا معنا بحال هذه، وكاينين الصغار ديالهم، يعني كاينين في مختلف الاحجام وكاينين في مختلف يعني لي بويسونس، تقريبا من 9 واط كتبدا وكتسالي في 80 واط، يعني 80 واط. خدينا على سبيل المثال واحد البوله ديال 40 واط، هي هذه اللي كتشاهدوا معنا، يعني هذه البوله تحرقات لينا وما عرفناش فين كاين المشكل، يعني مجموعه ديال الناس كيتسائلوا واش هذه البولات هادو يعني كيمكن لهم يتصاوبوا من جديد، يعني تشوف الحل المشكل فين كاين وتقادو، ولا يعني الا تحرقات يمكن لك تلوحها يعني جوطاب ما يمكن لكش دير فيها اي اصلاح. خدينا هذه البوله هذه نموذجا كما كتشاهدوا معنا، الى لاحظنا بان البوله يعني هادو هما كيتسموا لي لومب هوت بويسونس، يعني البولات اللي مجهدين كيداروا في لي ماغازان ولا كيداروا في يعني في ليونغار اللي كيحتاجوا الاضاءه يعني كثيره، عندهم هاد الكاج هو اللي كيديفلوبي لينا الضوء اللي كيخرج من هاد لابلاك اللي كتشاهدوا معنا. يعني هاد لابلاك هادي هي اللي فيها لي بوين اليد، فيها مجموعه ديال لي بوين، وهادو فاش كيطلقوا الضوء كيخرجوا من هاد الجلوب اوبالان اللي كتشاهدوا، هي اللي كديفلوبي لينا ليكليراج. بالنسبه لهاد البوله هادي يعني تحرقات، كانت شاعله وتحرقات، ما عرفناش شنو هو المشكل ديالها. يعني اللي بغينا نوصلو من خلال هاد الفيديو هو ان هاد لي لومب هادو يعني ممكن انهم يتصلحوا، يعني كاينه بوسيبيليتي باش نصلحوهم. جينا كنشوفو، يعني اول حاجه كنشوفو هاد لي بلاك لي اليد اللي كاينين هنا، هاد لا بلاك عفوا فيها مجموعه ديال لي بوين ليمينو هما هادو اللي كيشعلوا، كنبداو نقلبوهم وحده بوحده كنشوفو شنو هي يعني البوان اللي محروقه. اولا بالنسبه لهاد البوله هادي، يعني لي كومبوزون ديالها الكترونيك اللي كاينين لداخل تيستيناهم بانهم خدامين ما فيهمش مشكل، يعني المشكل اللي عندنا حاليا هو في البوله هي اللي ما كتشعلش. لاحظنا بان كاين مجموعه ديال البولات هما اللي طافين، كاينه هاد البوله هادي، يعني ممكن اننا نشاهدوها، هي هادي، هاد البوله هادي محروقه، هادي قريبه راه باقيه كدوز يعني لو سيركوي ديالها باش تشعلنا البوله، ولكن هادي تبين على انها يعني محروقه ديفينيتيفمون، ما كدوش يعني لاليمونطاسيون اللي حداها، يعني هادشي هذا غادي اون سيري وحده عاطيه لوحده، كاين لو سيركوي غادي بهذه الطريقه هذه، يعني الا مشات وحده راه ما يمكنش تشعل لابلاك كامله، ما يمكنش تشعل. الان غادي نحاولوا نشوفوا الحل. كاينين جوج ديال المهم، الحل هو اللي كاين يعني باختصار هو هذا، يعني هاد البوان ليد اللي كاينه هنا خصنا نحيدوها، غادي نقلعوها نحيدوها. حنا الان ما غاديش حيت ما عندناش الوقت باش نصلحوها، يعني بالنسبه للحل انا قلت لكم غادي تحيدوا هذه وغادي تجيبوا يعني السدور يعني الدون باش تسوديوها في هذه المنطقه هذه. حنا باش نوصلوا لكم المعلومه على ان يعني البوله ليد في هذا الشكل هذا ممكن انها تصلح بهذه الطريقه هذه، حنا غادي نحاولوا الان نوصلوا لو سيركوي اللي ناقص اللي محروقه فيه هذا البوان لي مينو، غادي نحاولوا نوصلوا كما كتشاهدوا هي البوله شعلات، من هنا ما يمكنلاش تشعل نهائيا، الا لاحظنا باقا فيها اضاءه مزيانه، مازال تضرب واحد العامين ولا 3 سنين واحده اخرى، يعني لا داعيه باش اننا نلوحوها، فقط نقومو بواحد الاصلاح اللي هو بسيط كما كتشاهدوا معنا، نحاولوا نسوديو هاد البلاصه هادي باللدون في هاد المنطقه هادي، نقلعوا
هاد اللي كاينه، وغادي نلقاو تحت منها واحد جوج خيوط رقاق، نحاولوا ما امكن اننا نسوديوهم باش لو سيركوي ديالنا يكون كامل. كما كتشاهدوا يعني الا سودينا هاد البلاصه غادي نكونوا حنا باختصار يعني درنا هاد العمليه هادي باختصار هكذا. هي البوله يعني لا زال يعني الاشتغال ديالها جيد جدا، يعني ممكن تعطينا واحد المده زمنيه اخرى باش يمكننا نستافدو منها اكثر. البوله هي هادي، وهذه هي الجلوب ديالها نشعلها بهذه الطريقه هادي. الان وصلنا الى نهايه الفيديو، وكنشكركم على التتبع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.